المشاهدين في كل مكان. مرحبا بكم في برنامجكم مطبخ الشروق. مرحبا بك الزميلة إسراء. مرحبا بك أحمد، ومرحبا بكل مشاهدينا وبكل الناس اللي بيتابعنا دائما في كل البيوت السودانية. بنرحب بكم كثير في مطبخ الشروق. عدد من الأكلات والوصفات الجميلة هتقدمها لنا اليوم الشيف آية. أهلا ومرحبا بك حبايبي. أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين، وحلقة جديدة من مطبخ الشروق على قناة الشروق. ونبدأ بقى ونشوف هنعمل ايه. أيوة. حاجة معانا طاجن لسان عصفور بشرايح اللحمة، ومعانا بعد كده دبابيس الفراخ هنعملها بالبطاطس والبسلة والخضار. أيوة. وبعد كده معانا سلطة البروكلي والأفوكادو. يا سلام. فأول حاجة هنحضر الطاجن بتاع لسان عصفور. اللحمة شرايح. أيوة. أو هي حتى لو لحمة مكعبات فبرضو من الأفضل إحنا نقطعها صغير، لأن لسان العصفور بيتاكل بالمعلقة. أيوة. فيبقى كل معلقة فيها حتة لحمة، لما نقطعها صغير أحسن. نقطع برضو اللحمة زي ما احنا كده قلنا قبل كده، عكس اتجاه المسيل علشان ما تشدش معايا وما تقضش، هتكون متماسكة برضو. أيوة. لسان العصفور من الأكلات اللي مشهورة ومعروفة في كثير من الدول العربية، لكن عندنا تحديدا في السودان يعني ما كثير الناس بتشجع على انها دايما بتشربوهاش في الشوربة. دايما بنميل لشوربة الخضار العادي، لانه الخضار والمناطق هي بتختلف من المناطق الاستوائية للمناطق الغيرة على حسب الخضروات اللي موجودة دايما. بس موجود متوفر لسان العصفور. ايوه في ناس بتعمل موجود. في اغلب هي الاسر بتعمل برضه شوربة، بس بتعمل بلاوي يعني شوربة واحدة ما معاها حاجة. شوربة لا طاجن لسان عصفور برضه معظم الناس هنا متعودة عليه في الشوربة. ايوه صح. فاحنا شوربة الحقيقة موجود كشوربة عادية. احنا بنحاول نقدم الحاجة بشكل مختلف. نفس المقادير اللي موجودة في البيت ونفس المقادير تقريبا اللي احنا بنستخدمها يوميا، بس بنحاول ان احنا نقدمها بشكل تاني عشان الناس ما تزهقش، والناس بتبقى تعودت عليها بطريقة معينة. فاحنا نغير بالظبط، احنا هنستخدم كل المقادير العادية يعني لسان عصفور ولحمة وجزر بصل. ايوة. هنحط فيها جزر مبشور برضه عشان زي ما قلنا نحاول نخليها مفيدة. ايوة. كل ما كثرنا الخضروات المفيدة المعروفة اللي بتدي نكهة هي بتكون دايما لها فوائد كثيرة وعظيمة. يعني نحط رشة ملح. طب ما يا جماعة رشة ملح دي المرحلة الأولى طبعا دايما. طب أول حاجة شوف من اللحمة وبرضه هنشيلها وهنعمل مكانها لسان عصفور. أيوة. هنحضر الجزر، هنحشر الجزر. لو الناس ما بتحبش الجزر ممكن نبشره على الناحية الضيقة أو نبشره على الناحية الواسعة، أنا هبشره على الناحية الضيقة. الجزر في كل الأكلات دايما انه مشجع على انه الناس تتناوله اكثر، حتى في السلطات تسكيره الاكل لما بيتحط على النار بيدي للاكل تسكيره حلوه قوي. ايوه فبيبقى طعمه حلو وفي نفس الوقت هو حاجه مفيده، فهو دايما من الخضروات المشكله يعني بيضيف لنا لون جميل وشكل جميل جدا. ايوه صح. الجزر دايما احنا هنبشر كثير منه ولا حاجة بسيطة منه؟ ايه؟ هنبشر ممكن نبشر واحدة كاملة او اثنين؟ واحدة بس على حسب الكمية على حسب الكمية. انا هنا عاملة كمية قليلة فاخدت نص واحدة بس. الجزر مفيد طبعا للعين في فوائد كثيرة جدا. انا بعرف السلطة اقول لك وكل الاكل الجزر تقوي النظر. ايوه ولا الجزر ده هو
حقيقي الجزر مفيد للعين جدا، بس هو مش بيقوي النظر. هو الجزر هو بيقوي الشبكة بتاعة العين اللي بتساعد على تفرقة الألوان. أيوة. هو مش بيقوي النظر بس هو بيقوي الرؤية. يا سلام. عارفة اشرحها ازاي؟ أيوة. هو فايدة فايدة للنظر جدا. نعم. هشيل اللحمة. ونحط شوية زيت. يعني نص سوا كده تقريبا. أقل من نص سوا شوية يعني. وهحط لسان العصفور. حطيت تقريبا كوباية. هنحمره. اختلاف الطرق دايما ليها الاختلاف في الطرق دايما ليها يعني فوائد وجذب للانتباه. يعني الانسان لما يكون متعود انه يعمل حاجه بطريقه معينه ويشاهد مثلا شيف اي شيف على انه هو بيطبخ بطريقه معينه بيبقى انه تغير الروتين لريتم بيكون دايما هو افضل. اوقات كمان احنا بنزهق بنبقى مش عارفين نعمل ايه، فعشان كده احنا بنحاول ان بنفس المقادير اللي احنا بنستخدمها بنفس المكونات اللي موجودة في البيت ان احنا نقدر نعمل بيها حاجة مختلفة وفي نفس الوقت حاجة سريعة وما تاخدش وقت. نعم. بنفس المكونات والمواد الموجودة عندنا في البيت ممكن ننوع او نغير فيها زي ما احنا حابين حاجات مختلفة، واحنا معاكم في البرنامج ده بنقدم كده. انا ممكن على ما ده يتحمر احط بس مية على النار عشان اسلق البروكلي اللي هنعمله للسلطة. ايوه. فاكرة يا شيف انا متحمس قلت لك البروكلي برضه مفيد؟ معناه وجبة اليوم كلها مفيدة. انا عارفه مفيد لكن صراحة ما بحبه. لا بس انا هاكله لك النهارده. انا هتاكله يا احمد. خليك فاكر. نشوف حسب اذا كان ضابط حلو كده ممكن. لا ان شاء الله. ان شاء الله. اهم حاجه اني انا اقلب لسان العصفور علشان ما يتحرقش من ناحيه ومن ناحيه لا. لحد ما ياخد اللون الذهبي. لحد ما ياخد اللون الذهبي. اجمل الاكلة بتحبيه انك دايما تطبخيها وانت مرتاحة ويعني ومبسوطة جدا من خلال الاكلات الرمضانية شيف آية؟ بحب اي اكل فيه حاجة انا اللي حطها فيه. يعني اي اكل باخده وبعمله بشكل مختلف او بطريقة مختلفة، حتى لو كان طبق تقليدي، حاجة تقليدية، حاجة شعبية، حاجة الناس متعودة عليها، وانا اخدها اعملها بشكل مختلف. انا بحب التسويات اللي تكون يعني أيوة. اطباق يعني سياسه من خلال الحلقه طبعا المشاهد اكيد هيكون عارف تماما على انه شيف آية هي بتحب اللحوم دايما بتحب اللحوم الطواجن. ايوه دي السؤال اللي عن شيفنا. اللحوم بحب تسويه اللحوم قوي لانه حقيقي التسويه بتفرق. تسويه الحاجه بتفرق في الطعم، بتفرق. انت ممكن تسوي اللحمه بشكل كويس اقدر ان انا اخد منها نسبة الملح اللي موجودة في الحاجة نفسها، فهلاقي نفسي ان انا مش مضطرية ازود ملح كتير على الوجبة. نعم. فتسوية الحاجة صح بتفرق في حاجات كتير قوي، بتفرق في طعم، بتفرق في نكهة، بتفرق في فليفر بطلعه من الحاجة. انا كده اللون ده معايا تمام، هنزل كده جميل. ايوه. هأديله بس تقليبة كده معايا. كثير من الناس هنا بتتناول صنف واحد يقول لك انا بحب بس الوجبه دي لازم تكون هي موجوده، هي لازم تكون اساسيه في الوجبات الاساسيه احيانا ليها دور؟ طبعا. انا من الحاجات الاساسيه عندي في رمضان بطاطس محشيه. بطاطس محشيه هي الاساسيه. ايوه. اشتغلتوها في الحلقات اللي فاتت؟ عملناها في حلقه. ايوه. كان معانا شيف وعملها في حلقه معانا. ايوه. انا كده هرجع باللحمه تاني. ايوه بالظبط. طلعت بنفس الطريقه اللي انت بتاكليها ولا اجمل؟ لا طلعت بنفس الطريقه بالظبط. رهيبه.
وهحط مية، او لو عندنا شوربة معمولة ممكن نحطها، بس بما اني فيها لحمة هحط كوبايتين مية او كوبايتين ونص. بما اني فيها لحمة فاللحمة كده كده هتطلع النكهة بتاعتها. أيوة. فمش محتاجة ان انا استخدم شوربة، لكن لو بعملها طاجن لسان عصفور من غير اي لحوم خالص فممكن ساعتها نستخدم شوربة يديها طعم احسن. وهحط فلفل اسود. أيوة. والجزر الدانا لون. جزر الدانا لون. أيوة. وهحط ملح. وهحط واحدة ليمون ناشف. واحدة ورق لورا. واحدتين حبهان. واحدتين حبهان. طبعا احنا لو هنستخدم شوربه والشوربه بتاعتنا كانت متبله بكل ده فمش محتاجين نحط لا ورق لورا ولا حبهان ولا اي حاجه. وهنحط كمان رشه جنزبيل وعصره ليمون بسيطه قوي. هنسيبها تغلي غلوه وبعدين هنحطها في الطاجن وندخلها الفرن ونسيبها تقريبا هتاخد تلت ساعه على درجه حراره 180 لحد ما تستوي. اليوم ما في جذور او سيقام من البقدونس؟ لا في الاخر طبعا. في الاخر عشان البقدونس لما بيتحط على النار بيغمق لونه بيغير، فيفضل ان انا احطه في اخر الوصفه خالص حتى الفرن يسخن. طيب مش هخليه يغلي قوي علشان زي ما قلنا برضو لسان العصفور ما يطلعش النشا بتاعه فيديني لون مش حلو في الطاجن. أيوة. هو كده تمام والفرن كده كده سخن. حطه بالراحة. ريحته ريحة الجزر لما تشوح على النار بتكون دايما مسيطرة. ايوه. كده من النار كده ده خلص معانا. هندخله الفرن زي ما قلنا على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. ندخله ونرجع نكمل. عندنا هنا المايه دي هننزل البروكلي. انا بس هفكه شويه. نجيبه يا شيف ونغسله ولا نظام شنو؟ اول ما ناخده من السوق بنعمل شويه بناخده بنشوف الحجم اللي احنا عايزينه على حسب الاستخدام. انا طبعا ده سلطه فانا مش عايزه الزهره كبيره قوي فبحاول ان انا اصغرها على قد ما اقدر عشان طبعا احنا بناكلها السلطه فيها وكذا مكون فيطلع في المعلقه كل المكونات او في الشوكه واحنا بنستخدمها. فهحاول كده اصغر الزهر بتاعه شويه وبعدين بينزل في ميه مغليه. ما بيطولش طبعا لان برضو البروكلي من الحاجات اللي فايدته عاليه قوي وعلشان اقدر اخد كل الفايده دي ما تسيبوش يغلي كتير. لو غلى كتير الفايده بتاعته كلها بتنزل في الميه. ايوه. وانت ما محتاجه للميه؟ محتاجه للميه. في المويه لمده كام؟ لمده 7 دقائق او 8 دقائق مش اكتر من كده. نطلع فاصل. ايوه. طيب اطلع يا أهلا المشاهدين فاصل وراجعين. رجعنا من جديد
تحية الصحة والعافية لكل مشاهدينا ولكل من انضم للمتابعة مطبخ الشروق والشيف آية. أهلا ومرحبا بك للمرة الثانية. والتكييفات والترتيبات طبعا ماشية كويس، المطبخ ماشي طبعا. أيوة كده. البروكلي طبعا أول ما يطلع من المية لونه بيبقى حلو جدا. أيوة. فعلشان اقدر احافظ على اللون ده بطلع منه من الميه السخنه لميه ساقعه على طول، او والافضل انها تكون ميه فيها قطع تلج. ايوه لان طبعا هو سلطه شديد يعني. بالظبط هو سلطه، فانا محتاجه لونه صح يكون حلو بنفس اللون اللي احنا شايفينه الان في الشاشه. أيوة انه نحافظ على اللون المتدرج ما بين الاخضر الغامق الفاتح عشان ما يغمقش. فطبعا وهنسيبه كده شويه يبرد، بسيبه مش كتير برضو، ولازم اشيله من الميه اللي احنا حطيناه فيها لان خلاص الميه هتبدا سخنت. ايوه نعمل بقى تغميس الفراخ. طيب يا جماعة البروكلي ده فيه فوائد ما طبيعية، يعني فيه نسبة من الحديد بالنسبة للناس اللي عايزين حديد طبيعي، ناس عندهم مشكلة في الدم، فأنصحكم به شديد يعني لأنه غير الفوائد الفيو الثانية يعني. صح خبير التغذية أحمد والشيف أحمد، فكل ما مرحنا بنكتشف حاجة آية. حاجة كويسة إنه الناس يعني تعرف كثير من الخضروات لها فوائد، بالذات الناس اللي بتمتنع عن اللحوم أو اللي عندها مشكلة مع اللحوم، بالذات النباتيين فهم محتاجين على إنه يعني يشوفوا كثير من الخضروات اللي هي ممكن تكون بديلة عشان يقدروا بقدر الإمكان إنه يتناولوها. نقطع البطاطس مكعبات. أيوة. الدبابيس. برضه هنعمل إيه في الدبابيس يا أحمد؟ من الحاجات المفيده قوي برضو لما باخد حاجه من خضار طبيعي، في حاجه اسمها جرعه وقائيه وفي حاجه اسمها جرعه علاجيه. الجرعه العلاجيه دي يعني انا لما بكون مريضه بحاجه او نقص فيتامين في حاجه، فانا مضطره ان انا ساعتها هلجا للحاجات العلاجيه، الحاجات اللي هي كيميكال سواء كان فيتامين او كده حاجات. لكن الجرعة العلاجية دي ان انا بقي منها نفسي طول ما انا عايش، فان انا باخد نسبة معينة من كل حاجة. في حاجة اسمها سوبر فود، انواع اكل معينة، اصناف اكل معينة، انا لو كلت منها صنفين او ثلاث اصناف يوميا انا كده عملت وقاية لنفسي من امراض كتير جدا ممكن اكون عرضة ليها فبتجنبها. فعلشان كده زي ما احمد قال فايدة البروكلي، احنا لو كنا مرة بروكلي مرة افوكاتو مرة قرع مرة كنا بطاطس صغيرة بشرها عملناها بطريقة كويسة كده وصحية وكناها، كل دي برضو حاجات باخد منها جرعة وقائية. فيتامين سي كنا برتقالة كنا. أيوة. كل دي حاجات انا بتديني، يعني انا عايزة اقول على حاجة ان الجسم محتاج تقريبا لو قلنا الفيتامين سي مثلا، الجسم محتاج تقريبا للرجاله بيحتاجوا 97 ملي جرام. ايوه الستات بتحتاج حاجه 80، مش فاكره الرقم بالظبط. الجوافيه الواحده فيها 117. اها فانت خدت اكثر من 100 كبيره بالظبط. وكل ما نحن شف اي انه يعني اخذنا الفوائد والفيتامينات الطبيعيه هي بتكون مفيده للجسم اكثر من انه احنا ناخذها عقاريه، لانه العقاقير الطبيه احيانا مهما احنا استخدمناها ما بتكون يعني هي بديل للطبيعي. العقاقير الطبيه بتبقى فيها يعني مثلا انا باخد نسبه مثلا بروتين، فهي فيها نسبه مع حاجه معينه، الحاجه دي ممكن تكون في جسمي انا مكتفيه بيها تزيد، او اي حاجه في الطبيعي لما بتزيد عن زيادتها او حجمها الطبيعي بتصبح ضرر. ايوه كل شيء بتعمل فعل العكسيه بالظبط. فمن الافضل ان انا لو كل يوم اخدت حاجه انا عملت وقايه لنفسي وحصنت نفسي من امراض كتير جدا. فعين جيدا للكلام ده، الوقايه خير من العلاج. ايوه نفس الكلام اللي انت قلته بالمصطلح السوداني، كل شيء بيفوت حده بيتقلب ضده. ايوه فاحنا كل ما نكون في توازن في كل حاجه احنا بنتناولها، الحاجات اللي احنا مقفلينها تماما وحاسين على انه احنا ما عندنا اي نقص فيها، نحاول نشوف البديل للفيتامينات النقص وناخذها فيتامينات طبيعيه من الخضروات من الفواكه، بتبقى افضل من انه احنا نبحث ونجتهد ونفتش للعلاجات العقاريه، اللي هنا العقاقير الطبيه عموما هي دائما يعني ما بتكون دائما يعني انها بتدينا نفس الكميه اللي ممكن تكون متاحه في الخضر والفواكه.
حاجه جميله جدا. يبقى احنا ناخد اغلبيه الناس ممكن تشوف انه الفايل من الحاجات الطبيعيه انها بتاخد وقت كده. هي بتاخد ممكن تاخد وقت شويه، لكن فائدتك تاخدها مباشره احسن من ما انت تاخد دواء او تاخد مثلا فيتامين سي فوارق عشان يديك مفعول سريع او كده. فيفضل احسن يعني من حاجه طبيعيه، حتى لو اخذت معك مثلا وقت ازيد من الوقت بتاع العقاقير او الادويه. واحنا لو عملنا وقايه لنفسنا مش هنحتاج ان احنا نرجع للطبيب. صح؟ ايوه. انا كده شوحت الفراخ، هنزل بالبصل والبطاطس كلهم مع بعض. اه بالظبط، لان البصل والبطاطس والجزر تقريبا سوا واحد. أيوة. مش محتاجه حاجه قبل حاجه، وهم داخلين في كثير من الوصفات. انا لاحظت في اغلب الوصفات دايما الجزر والبطاطس هم في هذا الموضوع. اه بالظبط. ايوه. نقلب ونحط صفه ثوم مفروم. نقلب الفلفل. دي بطاطسايه جنبك عادي. شردت. نحط شوية فلفل اسود. هحط نص معلقة كمون. كمان واحدة. ايوه. ايوه. هحط مكعب زبدة. زبدة تدي نكهة كده حلوة. اه تمام. هو للنكهة فقط. ايه؟ للنكهة فقط. اه. الزبدة بتدي نكهة طبعاً، وأقل الكمية منها أقدر أخد النكهة اللي أنا محتاجاها. مش محتاجة أعمل أكل بزبدة كتير قوي علشان أخد طعم، لا، إحنا أقل كمية هنحس بطعم الزبدة. أيوة. بعدين مع الزيت، بعد ما إحنا شوحنا بالزيت حطينا حاجة بسيطة تسهل لنا الطعم. في نفس الوقت الزبدة بتصفر زي ما قلنا يا شيف. الزبدة بعد الزيت بنحافظ على التوازن بتاعتها وما بتتحرقش. بالظبط. صح؟ وبعد كده هاخد كوباية لبن، وهنحط نص كوبايه تاني، بس هسيب نص كوبايه دي للاخر. هحط مع كوبايه اللبن معلقه مسكرة، ونقلبها حلو. ننزل بيها هنا. بتاخد زمن كتير ما بعد انه احنا ما ضفنا اللبن خالص؟ بتاخد مثلا تلت ساعة. انا بعد ما حطيت شوية اللبن الحلة كبيرة شوية، فهحط شوية مية بس عشان توصل للفراخ. نص كوباية. فبعدين احنا محتاجين انه كل البهارات واللبن والمستردة وكلها انها تدخل داخل الفراخ. ايوه. هغطي عليها وهسيبها على نار عالية تقريبا مدة 10 دقايق، وبعد كده هنوطي عليها. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع نتواصل معاكم من جديد، خليكم قريبين. أنا شفاية الجرواني. أنا أحمد محمد من برنامج مطبخ الشروق. النهاردة هنعمل طاجن عكاوي بالبصل المتكرمل والعسل الأسود، حاجة كده هندلع نفسنا شوية. هنعمل الشراولة. بصوا بصوا اللحمة، بصوا المطبخ المصري القديم مؤثر فيك أوي. تسلم إيدك يا شيف حسام. تسلم لي وتسلم فرحتك. يا ريت تجربوا الوصفات وتبعتوا لنا تقولوا لنا رايكم ومقترحاتكم لو عايزيننا نعمل لكم اي حاجه. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون رمضان كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه وعلى الشعب السوداني بالف خير.
رجعنا لكم من تاني بعد الفاصل نشوف نواصل مع شيفنا. احنا كده هنغطي على الفراخ وده البروكلي. بصوا لونه حلو ازاي بعد ما طلعناه. صراحة لونه جميل جدا. انا اصلا قاعد احبه وبحب التداريج بتاعت الالوان اللي فيه. هنقطع الافوكادو. دي سلطة غنية جدا جدا جدا. زي ما قلنا لازم الافوكادو تكون طرية. ايوه عشان تبقى شاطرة. عشان تبقى مستوية بالظبط وطعمها حلو. النشفة منها بتكون نية. احاول ان انا اخلي برضو حجم الافوكادو قريب من حجم البروكلي. تكون متواسية مع بعض الكميات. بالظبط. ايوه. كميات والحجم علشان ما تبقاش حاجة حجمها أكبر من حاجة. أو تكون طاغية في الطعم. أيوة. معنا الثانية. نعم. نقطع مكعبات. دي أول حاجة هنعملها. أول ما أحط الأفوكادو هحط نص عصير ليمونة علشان ما يسودش لحد ما أحضر السلطة. كده كده السلطة هتاخد ليمون. هحط نص ليمونة معصورة وهقلبهم. احضر الصوص. برضو لكل الناس اللي بتتابعنا تعليقاتكم وشنو من الاشياء اللي يمكن انتم حابين تضيفوها للمطبخ الشروق. واكيد الشيف آية هي بتلبي لكم كل طلباتكم حتى المقادير والوجبات والاكلات اللي طبخت في الايام اللي فاتت. برضو لو حابين ايضا مراجعه سريعه برضو هي بتلبي لكم كل طلباتكم. اكيد يديك الصحه. انا حطيت معلقتين طحينه وهحط نص ليمونه معصوره وهنحط معلقه صغيره خل. هنقلبهم حلو. شبيهة لسلطة الطحينة شوية بس هتبقى تقيلة مش خفيفة. أيوة. وهحط شوية مية وهنحط ملح كمون. أيوة. لو شمار حبة. أيوة. كزبرة فلفل أسود رشة سماق ربع معلقة. هنقلبهم حلو. هفكها بس من بعض. انا عايزاها كده كده تقيلة مش عايزاها خفيفة. هفكها بس شوية بسيطة. يعني هي تكون وسط. لا هتكون تقيلة. وبكي القوام دلوقتي هيبقى عامل ازاي. هنوريكم القوام المطلوب بالظبط. بالظبط. لان كده كده الطحينه من الحاجات اللي كل ما قعدت شويه هتتقل. فعلشان لما تتقل ما تمسكش في السلطه وتخليها قفشه قطعه واحده. تقلبها حلو. لو في مضرب طبعا تضرب بيه او تتقلب بيه. هننزلها على السلطه بتاعتنا. هنقلبها حلو. ممكن نجيب طبق. ممكن من التاني. طبق التاني. ده. ايوه. اوكي. اتفضلي. ممكن كمان نحط التفاح على فكره مع السلطه دي هتبقى حلوه قوي. هنزلها ونزل الصوص كله بصراحه عشان يبقى مزز وبيبقى بسيط. في حاجة لفتت نظري قبل شوية على انه يعني بعد ما احنا ننزل البروكلي في المية مفترض انه يصفى ثاني صح؟ لانه بينزل المية. بالظبط. بينزل المية مفترض انه احنا نلاحظ الحتة دي. ايوه بالظبط. المفروض ان احنا نحطه
على مصفى عشان ما يبقاش فيه ميه كده. ممكن يسيب لنا الصوت بتاعنا بالظبط. برضه كنت ممكن نضيف تفاح احمر فيه، ممكن نحط تفاح اخضر ونحط شويه سمسم. ده طبق اخضر. ايوه التفاح بيبقى حلو قوي في السلطه، بيدي تسكيره وبيدي مزازه. ايوه التفاح كده لما بناكله في اوله مسكر وفي اخره ملز، او في اخره ملز أيوة. وفي اوله مسكر. ايوه فما لسه عايز اقول لك ممكن تفاحها برضه تكون شويه كده حامضة او فيها مزازه شويه بالظبط. وهو طالما ان هو فيه ليمون فالتفاح مش هيسود معايا خالص. بنحط بقى شويه بقدونس كده، ما رضيتش احطه عشان ما يتقلبش مع الطحينه وشكله يروح خالص، فيتحط في الاخر للزينه وللرائحه وللفوائد. ايوه الفايده طبعا. دي كده اول طبق خلص معانا، سلطه البروكلي والافوكادو. ايوه ممكن يا شيف تعدي لنا السلطه دي من اول عشان نكشف. ممكن بس ممكن اعمل هيدا. دي مكان اللبن المستردة بتاعة الفلاح، هحط احنا قلنا هنحط نص كوباية لبن في الآخر. ايوه هحط نص كوباية لبن وهحط معلقة دقيق، معلقة دقيق عشان يعملي صوص تقيل. هندوبه خالص على البارد وبعد كده ننزله على الفلاح بتاعي عشان لو حطيناه دلوقتي كده هيكركع. الان الفراخ في درجات حراره منخفضه ولا مقبوله للنهايه؟ لا حراره منخفضه. اه كويس. انا منخفضه شديد كده علشان الصوص بس يمسك معانا. تذكر وتبقى اجمل ريحتها شم ريحه رهيبه. هنفطر بيها. ايوه هنفطر بيها. هنسيبها كمان 10 دقائق. ايوه نجيب الفلفل. ايوه وبعد كده نشرح السلطه عشان لو حد لسه متابعنا. يا سلام ريحه تجيبها. انا صايم جوعت يا اخوانا. الأطباق جميلة جدا صراحة، وكلها خفيفة وكل طبق فيه فوائد أكثر من الطبق الثاني. ده طاجن لسان العصفور باللحمة، وده كان طاجن لسان العصفور معانا باللحمة. لازم تجربوه لأن ريحته حلوة قوي. أخبار ال تمام الفراخ بتدوخ ريحة جميلة. يطلع الدبوس. احنا عندنا ثلاث دبابيس كل واحد فينا واحد. خلاص ممكن نحط معاها بسله برضو. ممكن احنا بنحاول بنعمل الخضار اللي موجود في كل بيت، احنا لو عندنا حاجة عايزين نزودها هنزودها، مفيش اي مشكلة خالص. دي طبعا جنب رز جنب مكرونة تنجي برضو مش هتقول لأ. وبالعيش برضو. ايوه بالصوص بتاع ده ممكن في المكرونة في رز وفلفل بيكون حاجة حلوة. هو عندكم الرز برضو بالشعيرية بيكون حاجة حلوة. ايوه بالعيش السوداني برضو جميلة. ممكن الشطه الخضراء كده رهيبه صح؟ جعان. ده كان دبابيس الفراخ بالخضار والصوص بتاعها طه. كان الصوص معانا لبن قلبنا فيه مسترده وحطيناه عليها وحطينا شويه ميه ونص ليمونه وسيبناها شويه على النار خدت تقريبا ربع ساعه، وبعد كده حطينا نص كوبايه لبن عليها دقيق علشان الصوص يتقل معايا شويه وحطيناه عليه وسبناها كمان 5 دقايق. وحاجه بسيطه جدا واتعملت بسرعه وسهله
واتوقع المكونات كلها موجوده. وزي ما قلنا ممكن نعملها خضار بس، ممكن نزود انواع خضار ثانيه، مفيش اي مشكله، اكيد هتطلع حلوه. واتمنى ان انتم تجربوا الوصفات وتقولوا لنا رايكم ايه، وتقولوا لنا مقترحاتكم، وتقولوا لنا لو عايزين نعمل حاجه معينه عايزيننا نعملها لكم، واحنا اكيد هنعملها لكم ونجاوب على كل الاسئله. وبكده تبقى خلصت حلقتنا من الشروق. ما قصرتي، شكرا على الطبخات الجميله جدا المليانه بالفوائد الصحيه الجميله. وبنتمنى انه كمان كل الناس اللي بتتابعنا وبتشاهدنا تابعونا عبر قناتنا في اليوتيوب وعبر قناتنا الشروق، مطبخ الشروق، اكيد عامر بكل الوصفات والاكلات العربيه والتنوع الجميل الثقافي في الاكلات المختلفه. اعزائي المشاهدين، وبكده بتكون الليله حلقتنا نوعنا فيها، عملنا صلصه البروكلي، عملنا الطاجن، اول مره اشوف طاجن بتاع لسان عصفور، عملنا أيوة. الشوربه، وبرضو اخر حاجه هنزل لكم المقادير كلها. وبتمنى بالجد تتفاعلوا معنا عبر رابط الفيسبوك، قناه الفيسبوك قناه الشروق. وشوف ايه برضو ما قصرت معانا، شكرا لك. ايوه، والليله احنا هنفطر فتره ما شاء الله عامره، شوف يعني الليله فطور رئيسي وفطور. يا سلام يا سلام، ربنا يخليكي ويديك الصحه والعافيه. تسلمي حبيبتي. ونحن بكده نكون خلاص وصلنا لختام حلقتنا لليوم من خلال مطبخ الشروق. لحد ما نلقاكم، مع السلامه.